رح ننتقل حاليا لفقرة موطن الحلم والإنجاز، اللي طبعا هلا أبو علوان بتطل علينا أسبوعيا مع ضيف جديد بتدوي من خلاله على المشاريع اللي عم يتولى إنجازها. واليوم رح نحكي عن مركز دبي للبلوكتشين. رح نتعرف مع رئيسه التنفيذي على دوره الحيوي في تطوير تكنولوجيا البلوكتشين والأصول المشفرة في الدولة. نتابع. شكرا للزملاء بالستوديو. تقنية البلوك تشين والأصول المشفرة بدون شك أضافت الكثير إلى اقتصاديات الدول، بس بنفس الوقت شكلت كثير من التحديات، منها التنظيم ومنها الحوكمة ومنها الامتثال ومنها انتقاء المشاريع السليمة، أو بعبارة أخرى غربلتها. بيسعدنا اليوم يكون معنا الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، للتحدث أكثر حول هذا الموضوع. صباح الخير دكتور مروان، أسعدنا وجودك معنا. مشكورة هلا، وسعيد بلقائكم، وإن شاء الله نقدم فائدة للجمهور والجميع الشباب إن شاء الله اللي يشاهدونا اليوم. أكيد يعني أعمالك سبقتك دكتور. دكتور مروان، يعني حكينا عن مركز دبي، حضرتك رئيس تنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، مهامه كتير رائعة يعني، وكتير بتركزوا على التوعية وعلى التدريب عشان هيدي النقطة الأساسية لدخول الأبواب لمكافحة أي شيء لازم مكافحته. يا ريت بتخبرنا أكثر عن هالمركز، ليش تم إنشاؤه، شو دوره، شو المهام الذي يقوم به؟ مشكورة هلا. أول شيء المركز تم إنشاؤه لأنه كان في مثل طلب كبير من الشباب أن يبغون يتعلمون عن هذه التقنية الجديدة، وهي تقنية البلوكتشين. ما كان التركيز في البداية على العملات الرقمية، كانت في عملة رقمية واحدة وهي عملة البيتكوين، والكثير كان يبغون يتعلمون عليها ليشوفون شو الفائدة، ومثل ما يقولون أن نزيل الغشاء عن شو الغموض اللي موجود حول عملة في البيتكوين. فكان هذا أول توجه، وبعدين كان التوجه الناحية الثانية اللي هو التوجه الأمني، وكل الشباب اللي كانوا اللي يحضرون اول كلاسات كانوا من الشباب اللي من شرطه دبي ومن الجهات الامنيه الاخرى. رأى. اللي يبغون يتعلمون كيف يتبعون المعاملات اللي كانت في هذاك الوقت في البيتكوين. فكانت اول المحاضرات في اكاديميه دبي للشرطه، وبعدين انتقل منها الى اكاديميه دبي اللي هو دبي انتربرينورشيب اكاديمي، وكان التركيز اكثر على تشغيل ال مشاريع اللي متعلقة في تقنية البلوكتشين. في هذاك الوقت كان مشاريع اللي هو ICOs أو Initial Coin Offerings، وبعدين منها انتقلنا إلى ما هو الآن دبي بلوكتشين سنتر اللي هو في أبراج الإمارات، وقمنا بالعديد من المحاضرات في الاستثمار في هذا المجال، إنشاء مشاريعك الخاصة في هذا المجال، وكذلك تثقيف الدوائر الحكومية عن فائدة هذه التقنية، سواء كان في أرشفة وتقنين المعاملات، نقل الأصول من جهة إلى أخرى. نعم. أو استخدام الأتمتة وفيما يسمى بالسمارت كونتراكت في عمليات. دكتور مروان سوري للمقاطعة، أي حدا يعني ممكن يجي وينتسب للمركز، ولا لازم يكون في مشروع معين؟ يعني إذا مثلا هلأ المشاهدين عم يحضرونا حابين يعرفوا أكثر لينتسبوا لي، يعني يتلقوا أكثر شيء إفادة من المركز، كيف بيتواصلوا معكم؟ نعم، إحنا تركيزنا حاليا على يعني توصيل المجتمع أو الشباب مع رواد الأعمال. رواد الأعمال ممكن يكون الشركات الكبيرة أو الشركات الناشئة. فالورش اللي احنا نسويها دائما يكون فيها مثلا ستارت اب او لا. شركه من الشركات الكبرى، يعني شركه ناشئه او شركه كبرى، ويكون تكون هالورشه عمليه. يعني عندنا بعد كم يوم ان شاء الله ورشه في الاي اي اسمبلي عن كيفيه الاستثمار باستخدام الاي اي في العملات الرقميه مثلا. عندنا ورشه ثانيه في كيف تستخدم الاي اي في عملك انت، ومركزنا على مجال المحاماه او مجال اللي هو الليجل او مجال استخدام تقنيه الاي اي مع تقنيه البلوكتشين في عملك اليومي، ومثال على ذلك اللي هو عمل المحاماه. بالاضافه الى الدورات اللي مثل ما قلت ان احنا ننشئها او نلقيها بالمشاركه مع شركات ناشئه او شركات كبرى،
كذلك عندنا ورش عمل للجهات الأمنية والجهات الإشرافية في فهم التقنية هاي وكيف يتم تقنينها. يعني هاي دائما تكون كذلك مع الشركات اللي هي تملك وسائل مثل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل المعاملات اللي تتم على تقنية البلوكتشين. فهذه المنظومة اللي احنا فيها، وإن شاء الله بداية من 2024 بنبدأ إن شاء الله نسوي دورات للمدارس اللي هو بعد وقت الدراسة، اللي ما يسمى بالإكسترا كوريكولر أكتيفيتيز إن شاء الله، وهاي بتكون لفئات سنية مختلفة وبتكون على مدار السنة إن شاء الله. رائع جدا، يعني عم بتدعموا الجديد بهيدا الشيء، ومش عم تتركوا ولا قطاع مش عم بتعمموا عليه هيدول التقنيات. رائع جدا، ألف مبروك لهالأعمال دكتور مروان. دكتور مروان، حضرتك يعني بتعتلي مهام متعددة ما شاء الله عليك، وعندك مناصب كثيرة ومستشار استراتيجي لعدة جهات، وحضرتك كمان هلأ مستشار استراتيجي لدبي للاقتصاد والسياحة. كيف بتشوف الأصول الرقمية بتفيد التنمية الاقتصادية والسياحية يعني بالتحديد؟ عشان أوقات كثير بنتكلم عن الاقتصاد بس ننسى السياحة، ياريت تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. تقنية البلوكتشين بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص هي منظومة مختلفة تماما عن المنظومة الاقتصادية العادية. احنا نعم. ما يسمى بالاقتصاد الرديف. صحيح. الاقتصاد الرديف هذا فيه العديد من ما يسمى بالانلوكس او المفاتيح اللي ممكن نستخدمها احنا ان نوصل قيمة للمستخدم. بعطيك نعم. بعض الامثلة. يعني مثلا اذا حد كان يبغى يسوي مثلا انتاج فيلم سينمائي او انتاج محتوى على رقمي، يعني مثلا على اليوتيوب وغيره من المنظومات هاي، بيحتاج اول شيء تمويل المشروع، وبعدين الفكره، وبعدين طبعا ان يجيب الممثلين والكتاب وغيره وغيره وغيره. في منظومه البلوكتشين العمل عكسي. نعم. في بدايه يبني الكوميونتي ماله او المجتمع اللي مهتم في هذا المحتوى. خلينا نقول مثلا اذا كان المحتوى مثلا انيميشن او رسوم متحركه، بيبدا اول شيء بالفكره وبيجيب الناس اللي مهتمين بهذه الفكره في منظومه، سواء كانت ما يسمى بالديسنترلايز اوتونوموس اورجانيزيشن او المؤسسه الغير مركزيه. نعم. اللي الهواة والمحترفين يتجمعون بشيء واحد فقط وهو الفكر. نعم. لمشروع كلهم يبغون يسوونه وكلهم صح. مستعدين يشاركون فيه بالوقت او المال او القدره او حتى الاتصال او قدره على ما يسمى بالكونكشن او نعم. قدره على الوصول الى الناس اللي يعني والتواصل معهم. نعم. فهاي كلها مجتمعه في هذا الشيء، ولا يكون لهم مثلا وجود فيزيكلي او في العمل الحقيقي، لكن كلهم مجتمعين بفكره. فيمكن يكون إنشاء أفلام أو موسيقى ومشاريع تقنية ومشاريع تنموية حتى بعد في مناطق مختلفة في العالم، والتمويل يكون من مناطق مختلفة أخرى، كلها بتقنية البلوكتشين وتربطها، وتقدر في نفس الوقت غير أنها تربطها أن تنقلها من الفكر إلى الواقع ببجت حتى كبير جدا، مجال غير محدود، لا حدود له، اقتصاد رديف بالكامل. واو، رائع جدا دكتور مروان. يعني اذا بدنا ننتقل لموضوع هيك جاف اكثر من هالمواضيع اللي فيها ابداع وكرياتيفيتي، دائما في يعني مثل ما بنقول تقنيه البلوك تشين والاصول الرقميه سيف ذو حدين، بنفس الوقت هي منصه للابداع والكرياتيفيتي مثل ما بنقول والابتكار، وبتسرع عجله الاقتصاد عشان هي طبيعتها، وبنفس الوقت تجذب من لا نريد جذبه لهذا الموضوع. وين هيك حلقة الوصل، أو وين ممكن نعمل توازن بين هيدا التنظيم وبنفس الوقت نترك مساحة للابتكار والإبداع؟ وين نقطة الفصل بيناتهم؟ نعم، نقطة الفصل هي خلق النظام أو خلق البيئة التشريعية التي لا تحد من نعم. الإبداع.
احنا طبعا في دولة الامارات وخاصة في مدينة دبي عندنا جهة تشريعية متخصصة في العملات الرقمية. نعم. اللي هو ما يسمى بالفارا. فارا Virtual Asset Regulatory Authority. نعم. وفارا تقوم بهذه المنظومة, تقوم بترخيص وتقنين وحتى نصح المجتمع, سواء كان من الأفراد أو المؤسسات الصغيرة أو المستثمرين. نعم. أو حتى المؤسسات الكبرى أو ما يسمى بالinstitutional investors, إن شو هي المشاريع اللي يتجنبوها, هاي جزء واحد من عملهم, ونصح المستثمرين بتفادي الأشياء الغير مرخصة مثلا. الشيء الثاني تقنين الناس اللي يبغون يترخصون. في جزء كبير طبعا بيكون من هاي المنظومة كلها المنظومة الإبداع ما بتكون مرخصة في البداية. نعم. بيكون المشروع مش جاهز, مثل ما ذكرت أنا مثلا إنشاء فيلم وكذا. هني يجي دورنا إحنا كمركز دبي للبلوكتشين اللي هو الجهة التثقيفية. نعم. نثقف الشخص كيف يفهم العنصر المالي أو ما يسمى بالتوكنومكس للمشاريع الرقمية, أن هاي يعني جهد مهم جدا في خلق أي مشروع. إذا كانت الجهة المالية والأساسيات المالية لهذا المشروع غير مبنية على أساس قوي, بينهار المشروع. مجرد ما يتم طرح العملة الخاصة به أو المشروع الخاص ممكن ينهار السعر وتنهار المنظومة كاملة. لذلك التثقيف مهم جدا واحنا نقوم بهذا الشيء. الشيء الثاني جلب المهارات والناس والخبرات اللي تعرف تسوي هالشيء. نعم. احنا بمجرد انشاء فارا في دبي وبمجرد انشاء جهات تنظيميه اخرى مثل اي دي جي ام, مثل منظومه دي ام سي سي اللي موجوده. صحيح. في دبي كذلك خلقت مثل بيئه تحفز الناس على القدوم هي, وتحفز رواد الافكار هذيله أن يجون دولة الإمارات ويبنوا مشاريعهم هنا بأريحية. أول. نعم. شيء تشريعية, بأريحية ثانيا يعرفون الناس والمستثمرين الموجودين هنا مش انفستر عادي بس فقط يحط. نعم. أمواله, لكن ما يسمى بالسمارت انفستر. صحيح. أو فاليو انفستر ممكن يضيف قيمة غير مالية كذلك للمشروع. ومثل ما حضرتك تفضلت التثقيف أهم شيء, المعرفة سلاح. نعم. سلاح لواحد يحصن حاله من أي شيء. طيب دكتور ختاما, ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ في شيء هيك مشروع بتحب تطلعنا عليه تحقق أو هلأ بمجال يعني المخطط تخطيط له؟ في أحد المشاريع إن شاء الله مركز دبي الأمن الإلكتروني بيطلقها في جايتكس, اللي هو موضوع أو مشروع الرزام. نعم. رزام هو مشروع استباقي في مجال حماية الأشخاص. مثل ما ذكرت قبل فترة كانت في مثل يعني مثل لينك أو رابط لحد مثلا نقر عليه أنه يوصل مثلا لموقع خبيث. احنا في دبي الأمن الإلكتروني, مركز دبي الأمن الإلكتروني, أطلقنا مشروع رزام. هو مثل برنامج يكون موجود في المتصفح مالك. نعم. يعطيك استباقيا قبل ما يوصل لأي رابط, يكشف الرابط هذا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ويراويك إذا هذا الرابط آمن ولا لا, لكل المواقع, لكل الانترنت, وبشكل ما يحتاج أن تكون في قاعدة بيانات. سيتم إطلاقه بجايتكس ولا بلش ولا لا رح يبلش استخدامه من جايتكس؟ من جايتكس بيكون الإطلاق الرسمي. طبعا المشروع هذا احنا شغالين عليه في مركز دبي الإلكتروني من فترة, وتم يعني دراسته وتقنينه بشكل كبير, والاي اي موديل طبعا او الذكاء الاصطناعي المستخدم يكون مطور نفسه بشكل كبير باستخدام خمس من النواحي اللي ينظر لها الذكاء الاصطناعي. مش فقط ينظر إلى الموقع نفسه, ينظر لنواحي أخرى مرتبطة, مثلا متى تم تأسيس الشهادة الرقمية المرتبطة بالموقع وغيرها من الأشياء, مثلا هذا الرابط يحاول يجمع معلومات أو غيرها. فما تعلمه في السابق وما سيتم تعلمه في المستقبل يكون يعني بيست على التعلم الآلي, المشين ليرنينج. نعم. والتعلم. نعم. الكراود يعني من كل حد. نعم. استخدم الجهاز بدون تجميع أي معلومة عن الشخص نفسه, فهذا محافظ على خصوصية المعلومات. نعم. بنفس الوقت يضمن خصوصية الأفراد. نعم. يضمن خصوصية المؤسسات, يضمن خصوصية التصفح كذلك, ممكن تدخل أي موقع بكل حرية. وفي نفس الوقت عندك راحة البال إذا كان الشعار أو الرزام هذا أخضر دربك خضر, إذا أحمر
معناه أن في مشكلة في الموقع وما يخليك تتخلى أصلا. يعني صار عندي فضول استخدم الموقع يعني ناطرة جايتكس لا يصدر الموقع. ألف مبروك، فكرة رائعة جدا. والأحلى من هذا أن كلهم سواي المنظومة كاملة هاي، بس حتى الذكاء الاصطناعي والتطوير وحتى الشكل اللي هو اليو اي يو اكس كله بايادي إماراتية وكل شباب إماراتيين مبدعين ومبرمجين، حتى الفكرة نفسها من شبابنا واستباقيين دائما دائما. نعم. دكتور مروان زرعوني، نحن كثير انبسطنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لكل المعلومات القيمة اللي بتفيد المجتمع وبتحافظ على الأمن السبراني والأمن المعلومات. شكرا جزيلا. مشكور أختي هالة، ومشكورين على الاستضافة والتنويه للمستمع عن أهمية تثقيف النفس، سواء كان في الناحية في ناحية الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين وحتى في مجال الأمن السيبراني. نعم بالتأكيد دكتور مروان. وهلأ منعود لكم زملائنا بالستوديو.